السلام عليكم، معكم حذيفة من قناة إيفوي. كواحد ويب وجيمر في نفس الوقت، دائما لاحظت ان العالمين هؤلاء لما يجتمعوا نادر ما يجيبوا لي منتج جيد، فخلاني هذا ارجع اسال هل كان الوضع علي هكذا دائما. فرجعت بحثت في الموضوع ولقيت انه زمان كان صعب مره انك تعرف ان الالعاب هذا اساسا مبنيه على انمي معين، فقلت خليني احاول اعرفكم على قصه مطوري الالعاب في محاولتهم في انهم يخلوا الانميات العاب. وطبعا خلوا في بالكم اني ماش اقدر اغطي الموضوع هذا بالكامل، لاني لو جلست اتكلم على كل لعبة مبنية على انمي هجلس ساعات طويلة. لهذا لو جيت توسع في الموضوع تقدر تشيك على المصادر واللي شحطهن في صندوق الوصف، وبرضو لو انت مهتم بمحتوى الانمي عموما تقدر تشترك في قناتي المخصصة للانمي واللي عتكون في صندوق الوصف، ولو اني عارف ان محمد عيصيح. لكن يلا لا طول عليكم، معاكم حذيفة من قناة إيفوي، وهذه مراحل تطور العاب الانمي. بحسب ما بحثت ولقيت، فأول محاولة في تحويل الأنمي إلى ألعاب كانت لعبة لوبان ذا ثيرد، واللي نزلت في عام 1980 على جهاز الأركيد. اللعبة من تطوير ونشر شركة تايتو، وأكيد أول ما تشوفها ما عاد تقدر تربطها بالأنمي أساساً. وهذا كان حال أغلب ألعاب الأنمي في هذه الفترة، والسبب الأساسي في هذا يرجع إلى ضعف قدرة أجهزة الأركيد والحاسوب في هذه الفترة، فالمطورين كانوا مجبرين على العمل مع العدد البسيط من البكسلات والألوان المسموح للجهاز أنه يتحملها. لعبة دكتور سلامب اللي نزلت على جهاز الأركيديا 2001 كان الانترو حقها عبارة عن شاشة بكسلية لما يشبه شخصية أنمي، لكن بقية الأشياء فيها كانت مشابهة لبقية ألعاب هذه الفترة، ومثل ما قلت ما كنت تقدر تعرف إنها لعبة أنمي أساساً. ومثل بقية الحاجات الثانية، فالبشرية قدرت تطور هذه التقنية وتخليها أقرب ما يكون للأنمي نوعاً ما عن طريق الإباحية. لعبة لوليتا ياكيوكن اللي صدرت على جهاز الـ FM7، اللعبة من تطوير ونشر PSK. اللعبة ببساطة هي لعبة حجرة ورقة مقص، الجيم بلاي فيها عبارة عن إنك تلعب مع بنت أنمي لعبة حجر ورقة مقص، وفي معك ثلاثة أزرار تمثل اختياراتك، وكل مرة تفوز فيها البنت تبعد جزء من ما يحتاج يكمل. وفي سنة 1983 صدرت لعبة The Protopia Serial Murder Case، واللي تعتبر المؤسسة لألعاب الفيجوال نوفل أو ألعاب الروايات المرئية، واللي تعتبر أحد أهم أنواع الألعاب المبنية على الأنمي. اللعبة نزلت على جهاز الـ NEC PC 6001. اللعبة من ابتكار يوجي هوري، واللي عن رجع له والكل بعدين. المهم اللعبة هذه كانت أول محاولة لإنشاء لعبة أنمي بقصة متفاعلة، واللي أسست بعدين جانرا ألعاب الفيجوال نوفل. وفي نفس السنة صدرت لعبة بيجاس باتل في الغرب، واللي اعتبرت ثورة في عالم صناعة الألعاب. اللعبة هذه كانت من أوائل الألعاب اللي تستخدم تقنية الأقراص الليزرية، وبسبب هذه التقنية المطورين أصبحوا قادرين أنهم يقدموا مشاهد سينمائية داخل ألعابهم. لعبة بيجاس باتل كانت لعبة شوتر مأخوذة من فيلم الأنمي أرماجيدن، واللي كانت تستخدم لقطات من الفيلم كخلفية للعبة، وكانت والكل تستخدم مشاهد سينمائية من الفيلم علشان تقدم قصة مختصرة للعبة، وهي من إنتاج شركة داتا إيست. طبعا تقنية الأقراص الليزرية ظهرت قوتها الفعلية لما قدرت إنها تستخدم المشاهد السينمائية وتحولها إلى ألعاب تفاعلية، وأول مثال لهذا النوع من الألعاب كانت لعبة إيشيز أورومينلا اللي نزلت في سنة 1983 على أجهزة الأركيد. وصح إنها نزلت في الغرب، لكن الشركات اليابانية استفادوا منها بشكل كبير جدا، وتنزل في نفس السنة لعبة دراغونز لير، واللي سمحت للاعب إنه يتحكم بشخصية مغامر في عالم متحرك بشكل تام في وقتها. اللعبة كانت من تطوير Advanced Micro Computer Systems والنشر شركة سينماترونكس. اللعبة حققت أرباح خيالية في وقتها، وطبيعي بقية الشركات شافوها فرصة، فلهذا يقرروا يطوروا ألعاب مشابهة. وطبعا موضوع أنك أنت اللي يصنع الأنيميشن هيكون مكلف جدا، لهذا يقرروا يتعاقدوا مع شركات أنيميشن يابانية، وتصدر في نفس السنة 1983 لعبة كليف هانجر، واللي استخدمت لقطات من فيلمي أنيميشن لوبان ذا ثيرد، وهم The Castle of Calixtro و The Mystery of Mamo. واللعبة كانت إخفاق تجاري كبير جدا، فكل اللي قدمتها اللعبة كانت عبارة عن مجموعة من أوامر الكويك تايم إيفنتس بس، وما اهتموا بالقصة أساسا. لهذا الشركات اليابانية قررت أنها تدخل المجال بنفسها، وقدمت مجموعة من الألعاب مثل نينجا هايتي وتايم جال، واللي استخدمت أنيميشن خاص باللعبة نفسها وما استخدمتش أي حاجة جاهزة. لكن وقت ما نزلت هذه الألعاب كانت شعبية هذا النوع انخفضت بشكل كبير مرة، فكان لازم من شيء جديد، وعلشان هذا فالشركات حاولت تفعل ألعاب لعناوين أنمي معروفة ولها وزنها. وعلشان هذا في سنة 1983 تنزل أول لعبة مبنية على سلسلة غاندم. اللعبة كان اسمها غاندم ستاند أون ذا جراوند، واللعبة كانت خليط ما بين ألعاب الفيجوال نوفل والآر بي جي.
واللعبة كانت أول لعبة أنمي تفعل رندر لمشاهد من داخل المسلسل نفسه داخل اللعبة. اللعبة نزلت على جهاز البي سي 8800، والجزء اللي بعده توبي غاندم واللي نزل على نفس الجهاز كان يعتبر أول من استخدم المضلعات ثلاثية الأبعاد داخل ألعاب الأنمي، واستمر الوضع على ما هو عليه لعدة سنوات. لكن في هذه الفترة زادت شعبية ألعاب الفيجوال نوفل، ومع دخول نينتندو لسوق الأجهزة المنزلية الشركة تقرر تتعاون مع شركة سكويرسوفت وتنزل لعبة توكوميكي هاي سكول، واللي لقت نجاح كبير جدا في اليابان، واللي نزلت في سنة 87. وفي السنة اللي بعدها سنة 88 صدرت لعبتي فيجوال نوفل مهمة جدا. الأولى من إنتاج نينتندو فاميكان ديتكتيف كلاب، وكانت قفزة في مجال ألعاب الفيجوال نوفل. أما الثانية فهي لعبة من شركة كونامي اسمها سناتشر، واللي كانت من تطوير وتصميم هيديو كوجيما. اللعبة كانت تعتبر شيء مذهل في أيامها، وكانت هي أقرب ما يكون للأنمي من ناحية القصة والتفاعل وحتى الرسومات. لكن ألعاب الفيجوال نوفل ما كانتش الوحيدة اللي كانت بتحاول تنقل عالم الأنمي إلى عالم ألعاب الفيديو، لأنه كان في بنت عمها ألعاب القتال. وخلونا نرجع بالزمن شوية، ففي سنة 84 أصدرت شركة تكنوس جابان لعبة كاراتي تشامب، أول لعبة قتال واحد ضد واحد على أجهزة الأركيد، واللي يعتبرها ناس كثير وأنا منهم هي الأب الروحي لألعاب القتال اللي نعرفها الآن. ويمكن الحاجة الوحيدة اللي خلت لعبة كاراتي تشامب تعتبر لعبة أنمي هو الغلاف حقها بس، لكن السبرايت حقها المليان تفاصيل والأنيميشن الناعم حقها في هذا الوقت خلتها مثال لبقية الشركات علشان تطور تقنياتها. وصح إن ألعاب القتال احتاجت سنوات طويلة بعد لعبة كاراتي تشامب علشان نقدر نسميها ألعاب أنمي، إلا إنه كان في محاولات لصناعة ألعاب قتال على جهاز الأنيس، أهمهن ألعاب دراغون بول واللي كان له شعبية كبيرة جدا في اليابان هذه الفترة. وبعدها يوجي هوري مبتكر سلسلة The Utopia Serial Murder Case اللي تكلمنا عليه قبل شوية بدأ يشتغل على مشروعه الجديد. لهذا يروح لعند أكيرا تورياما ويطلب منه أنه يصمم شخصيات لمشروعه الجديد. المشروع الجديد كان عبارة عن لعبة RPG لجهاز الانيس لكن بطابع مميز. هذه اللعبة كان اسمها Dragon Quest اللي صدرت في عام 86 في اليابان من نشر شركة إينكس، وفي الغرب نزلت في عام 89 من نشر شركة نينتندو. اللعبة حققت نجاح تجاري كبير جدا، وإلى الآن أجزائها ما زالت مستمرة. اللعبة ما كانت تشبه ألعاب الأنمي كثير بسبب ضعف قدرات الأجهزة، لكن بسبب تصميم الوحوش الغريب وأسلوب الجيم بلاي الجديد فاللعبة خلتك تحس أنك داخل أنمي فعلا. ويمكن والكل ما يضرش أن تورياما والكل اشتغل على بعض تصميم شخصيات الوحوش في مسلسل دراغون بول. وبسبب نجاح دراغون كويست الكبير مرة كثير من المطورين بدأوا يقلدوا هذا النوع من الألعاب، ومن هنا ظهر مفهوم وجانرا ألعاب الجي آر بي جي. وفي سنة 87 ظهرت سلاسل ألعاب عاده مستمرة إلى يومنا هذا. وفي سنة 88 فالكوم أطلقت إيس ذا فانش أومن. اللعبة كانت مذهلة جدا على وقتها، وهذا بسبب قوة جهاز البي سي 8800 اللي كان أقوى من جهاز الأنيس بمراحل. وبسبب قوة الجهاز فاللعبة قدمت عالم فيه تفاصيل وألوان أكثر، وبسبب قوة الجهاز فقد ظهرت تقنية جديدة للسبرايت اسمها شيدينج، واللي خلت الشخصيات تبان إنها مجسمة أكثر مما كان عليها الوضع مع جهاز الأنيس أبو 8 بت. وخلوني سريع أشرح لكم ما هو السبرايت وما هو الشيدينج علشان أذكره كثير بعدين. السبرايت ببساطة شديدة هو مجموعة من الفريمات لشخصية معينة، ولما تخلي الفريمات هذا تشتغل وراء بعض تجيب لك حركة معينة. أما الشيدينج ببساطة شديدة هو الكل، فمع زيادة قوة الأجهزة زادت كثافة البكسلات اللي تقدر تستحملها هذه الأجهزة، كما زاد المدى اللوني في الكالر باليت حق الأجهزة هذه، فبالتالي يتم التلاعب بالمدى اللوني حق لون معين في الشخصية وإضافة اللون الأسود علشان يحاكي موضوع الإضاءة وعلشان نجيب للشخصية تفاصيل وأبعاد. وذا الحين خلونا نرجع لكلامنا. فعلى جهاز الانيس أطلقت أطلس لعبة لرواية ديجيتال ديفل ستوري ميجامي تنسي، ولسببها ظهرت سلسلتهم الشهيرة شينيجامي تنسي. اللعبة قدمت نظام الاستكشاف داخل الدنجن بطريقة مبهرة، كما والكل قدمت شخصيات بستايل الأنمي واللي كانت بالتفاصيل وألوان أقل ما يقول عنها أنها مبهرة والكل. وبه ذا الحين نجمة العرض فاينل فانتازي، واللي قدمت تصاميم مميزة لشخصياتها بطابع الأنمي، واللي كانت من تصميم يوشي تاكا آمينو، واللي كانت تجربة مميزة في محاولتها أنها تقدم لعبة مع أنها ما كانت مستوحاة من أي أنمي، لكنك تحسها أنها أنمي في كل حاجة فيها. ولما حصلت النقلة إلى جيل 16 بت تغير الوضع، فالثلاث جانرا اللي ذكرتهن ألعاب القتال والفيجوال نوفل والجي آر بي جي كان انهن هنا الجارة الوحيدة اللي كانت ألعاب الأنمي تكون فيها بشكل عام في جيل الثمانية بت. وهذا بيرجع لكون هذه الألعاب ما بيش فيها تفاصيل كثيرة للعالم حقها، فبالتالي أتاح للمطورين استخدام سبرايت بحجم كبير وتفاصيل وألوان أكثر. لكن مثل ما قلت، فمع النقلة للأجهزة 16 بت تغير الوضع، فالأجهزة الآن أصبحت أقوى والأنمي زادت شعبيته سواء في اليابان أو حتى في الغرب.
لهذا فالشركات تقرر أنها تفعل ألعاب مرخصة لهذه الأنميات في مختلف الجرات الموجودة: بلاتفورمينج، بيدماب، شوتر، وأي جرة تقدر تتخيل لها نزل لها ألعاب أنميات مرخصة من سايلر مون إلى كنشيرو إلى بينكي مومو. لكن بحكم أن أغلب هذه الألعاب كانت ألعاب تجارية بحتة، فهذه الألعاب ما قدمتش أي نقلة نوعية، بل حتى أن في ناس كثير في الغرب كانوا يتخيلوا أن هذا ألعاب مبنية على كرتون غربي، بل حتى أن شركات النشر في الغرب كانت عارفة بهذا الشيء، فلهذا كانت تغير كل ما له علاقة باللعبة إذا كانت مرتبطة بالأنمي. في لعبة مثل ميجا مان في اليابان ترجع لي، لكن مش معنى كلامي هذا أنه ما ظهرت ألعاب ممتازة، على الأقل من ناحية الجرافيكس. فبعض الألعاب قدمت ستايل قريب جدا للعناوين اللي كانت مبنية عليها، واستخدام المشاهد السينمائية زاد بشكل ملحوظ والكل. وعموما في أغلب ألعاب الأنمي في عصر 16 بت كانت تطور طبيعي من جيل 8 بت، لكن ما قدمتش أي حاجة ثورية، لكن باستثناء وحيد وهن ألعاب القتال واللي ظهرت فعلا في جيل 16 بت، ويمكن أهم واحدة هي ستريت فايتر 2 اللي نزلت في عام 92. اللعبة قدمت سبرايت بتفاصيل كثيرة، كما قدمت اللعبة أنيميشن ناعم وغير مسبوق في مجال الألعاب. اللعبة أخذت ستايلها من أنميات الفنون القتالية اللي كانت منتشرة ولها شعبية في هذه الفترة، ويمكن واحدة من أسباب شعبية ستريت فايتر 2 هو إنها قدرت تقدم الأشياء اللي كانت معروفة بها أنميات القتال وحولتها إلى ألعاب، مثل حركة هادوكن واللي كانت مستوحاة من كاميهاميها من دراغون بول، وقدرت تقدم كل هذا بطريقة تنافسية ممتعة. وبعدها ظهرت ألعاب القتال تباعا، ولعل واحدة مهمة والكل هي لعبة دارك سوكرز ذا نايت ووريرز، واللي قدمت معها تقنية جديدة للسبرايت وابتعدت عن البكسل آرت اللي كانت معروفة به أغلب ألعاب الأنمي. وفي هذه الفترة قصدي التسعينات كانت ألعاب القتال في أوج شعبيتها، لهذا ظهرت ألعاب قتال كثير مرة، وكان الشائع هو أن أغلب ألعاب الأنمي هذه الفترة تكون ألعاب قتال. واحدة من اللي عجبتني أنا قوي كانت حق جوجو ألبرت الثالث، ومع الوقت تطورت ألعاب القتال حق الأنمي حتى شفنا ألعاب مثل جيلت جير وبليز بلو. وذا الحين خلونا نرجع لكلامنا. واحدة من الإيجابية اللي استفادتها ألعاب الأنمي في جيل 16 بت ما كانتش في الجرافيكس بس، بل في القصة والطريقة اللي تقدم فيها اللعبة. فمع المساحة الإضافية للكارتجز أصبح المطورين قادرين على تقديم قصة أفضل، بيئات أكثر، وشخصيات إضافية. فألعاب الجي آر بي جي والفيجوال نوفل أصبحت أطول ونهايتها متفرعة أكثر، والوضع اختلف مع دخولنا الأجهزة 32 بت اللي كانت تستخدم السي دي بدل الكارتجز، وهذا فتح باب جديد لألعاب الأنمي. فمثلا ألعاب مثل تيل أوف ديستني، المشهد الافتتاحي حق اللعبة كان عبارة عن مشهد أنمي بالكامل أشتغل عليه استوديو برودكشن آي جي، وبسبب الانتقال إلى استخدام أقراص السي دي فكثير من هذه الألعاب أصبحت تقدم مشاهد سينمائية متكاملة علشان تحكي القصة حقها أو بعض من أجزائها. طبعا أتكلم على مشاهد سينمائية مقدمة من استوديوهات أنيميشن. ألعاب مثل براتي رينجرز، ساكورا وورز، كرونو تريجرز، The Legend of Dragoon، Legend of Mana، Valkyrie Profile، Parasite Eve، Magic Knight Rioth، واللي قدمت مجموعة من مقاطع الأنمي داخل هذه الألعاب. وبالنسبة للجيم بلاي نفسه فكان في تحسن ملحوظ، فألعاب مثل ساكورا وورز وبوليسيتنوس وللأخيرة من تطوير كوجيما رفع عن معيار ألعاب الفيجوال نوفل. وألعاب مثل ماجا فرونتير 2، كرونو كورس، فالكيري بروفايل، فاينل فانتازي وريفولوشنز برسونا أسهمت بشكل كبير مرة في رفع مستوى ألعاب الجي آر بي جي. وبسبب قوة الأجهزة فالمطورين أقدروا يستخدموا سبرايت عالية الدقة والتفاصيل مع استخدام كامل المدى اللوني للكالر باليت. لكن كل هذه الألعاب اللي تكلمت عليها وغيرهن كانا يعتمدين على سبرايت في النهاية، يعني انه كان لازم يجيبوا فنان او احيانا مجموعه من الفنانين يقوموا يرسموا الفريمات لكل حركه داخل اللعبه. فالشركات حاولت تدور لها عن بديل للفريمات لاسباب كثيره، منها انه ياخذ وقت وتكلفه كبيره مره، انه مهما كانت جوده السبرايت هي لا تزال في النهايه بيكسل ارت، وهذا الالعاب الى الان ما تزال العاب 2D ومعها دقه معينه فيما تقدر تفعل لها تكبير او سكيلينج. فالحل كان هو التوجه الى المضلعات او البوليجون وعالم الثري دي بشكل عام. فأجهزة الـ 32 بت سواء كانت البلاي ستيشن 1، سيجا ساترن، SNES، 3DO وحتى الأتاري جاكوار قدمين أسلوب جديد في صناعة الألعاب، حيث تم استخدام المضلعات فيه لأول مرة واللي كانت تقدم شخصيات وعالم 3D بالكامل. لكن بحكم أن التقنية هذه كانت جديدة في وقتها فأغلب الألعاب كان شكلها بدائي جدا، لدرجة أن اللاعبين ما كانوا يقدروا يربطوا الألعاب هذا مع الأنميات اللي كانت مستوحاة منها. لكن كان في جرة وحيدة أقدرت تستفيد من هذه التقنية ألا وهي الميكا، فظهرت ألعاب ممتازة ومناسبة لهذا الجرة، ألعاب مثل سوبر روبوت إيفانجيليونز، أرمر كور 1 واللي كانت من تطوير فروم سوفتوير، وألعاب ثانية هو الكل مثل فرونت ميشن 3، إيس كومبات، وكاستوم روبو وغيرها من الألعاب واللي دفعن هذا النوع إلى الأمام. لكن مثل ما قلت في بقية الأنواع ما لقتش أي نجاح، بسبب مثل ما قلت لما المطورين حاولوا يفعلوا ألعابهم بطابع واقعي اللاعبين ما تقبلوش هذه الألعاب بسبب أن التقنية عاده ضعيفة، فأشكال الشخصيات كانت سيئة جدا.
لهذا المطورين قرروا يغيروا التوجه الفني حق ألعابهم هذه الفترة. فبدل التوجه الواقعي قرروا يستخدموا نفس توجه ألعاب 16 بت من ناحية المظهر الكرتوني وستايل تشيبي، لكن باستخدام المضلعات. والتوجه الجديد هذا لقى نجاح كبير جدا سواء من اللاعبين والنقاد، وظهرت مجموعة من الألعاب الجميلة مثل The Legend of Dragon، Final Fantasy 9، Finger Story، Chrono Cross وغيرهم من الألعاب. وعلشان ملامح الوجه مثلا، فالمطورين استخدموا صور متحركة وحطوها فوق الشخصيات علشان يحاكوا مثلا حركة الفم حق شخصيات الأنمي اللي تكون في العبارة عن 3 إطارات بس. وبرضو استخدموا تقنية الشيدينج اللي شرحتها أول. فبحسب ما بحثت، فأول لعبة 3D استخدمت هذه التقنية كانت لعبة دكتور هاوس، واللي نزلت على جهاز 3DO. والتقنية اللي استخدموها في هذاك اللعبة كانت ببساطة أن يستخدموا درجة أغمق من لون الشخصية في الزوايا علشان يجيبوا لها إحساس بالظلال، واللي تطورت حتى وصلت للتقنية تسمى الديناميك شيدينج، واللي أول ما ظهرت في لعبة جيسات راديو اللي نزلت سنة 2000 على جهاز دريم كاست. وعموما هذا التقنية تسمى بالسل شيدينج، ومن بعدها في ألعاب الأنمي 3D أصبحت تستخدم واحد من توجهين فنيين. الأول هو استخدام السل شيدينج علشان تحاول تخلي الألعاب تبان كأنها أنمي مرسوم باليد نوعا ما، مثل لعبة دارك كلاود 2. أما الثاني فهو أنه يستخدم تكستشر عالي الدقة مع دمجه بستايل الأنمي مثل ألعاب فاينل فانتازي، واللي بتحاول تحاكي الواقعية من ناحية الجرافيكس قدر الإمكان لكن مع عناصر الأنمي. وعلشان تعرف الفرق بين التوجهين هؤلاء تقدر تقارن بين لعبتي جمب فورس ودراغون بول فايترزي. ومن جيل البلايستيشن 2 وما بعده رجعت الحكاية هو تطور قدرات الأجهزة، فبالتالي تحسين في جودة الرسم، فما عبش قفزات نوعية وثورية في هذا المجال على الأقل من ناحية الجرافيكس. والطريقة اللي تطورت فيها هذه الألعاب كان في طريقة تقديمها للقصة والعالم اللي عايشة فيه. فألعاب كثيرة مرة طورت مفهوم القصة فيها، بينما ألعاب أنمي ثانية قدمت عناصر جديدة ومهمة في مجال ألعاب الأنمي. ويمكن أهم لعبة هي لعبة بيرسونا 3، واللي الله يحفظها قدمت لي أكثر حاجة أكرهها في عالم الأنمي، وهي المدرسة الثانوية، واللي قدم لك حاجة عادية وما تستاهل، لكن في الواقع هي غيرت كل حاجة. فألعاب الأنمي زمان كان كثير من أبطالها هم طلاب ثانوية أو بعمارهم، لكن كانوا يفعلوا أشياء ثانية غير الدراسة. لكن بيرسونا 3 خلت اللاعبين يشوفوا كيف انهم جمعوا عناصر من العاب الفيجوال نوفل والعاب المواعده والعاب الجي ار بي جي علشان يحكوا تجربه المدرسه الثانويه. ولو اني بينكره هذا الشيء، لكن في مطورين كثير عجبهم هذا الحاجه. وبعدها نزلت العاب وحتى اجزاء جديده الالعاب فيها حكايه الثانويه هذا، العاب مثل مانيا كاميا، زندوس، فالكيري كرونيكلز وغيرهن. ومثل ما قلت، فمع تحسن قدرة هذه الأجهزة رجع الموضوع عبارة عن تطور مبهر في الرسومات، خصوصا في النقلة من البلايستيشن 2 إلى البلايستيشن 3 والإكس بوكس 360. فألعاب مثل فاينل فانتازي 10 و12 اللي كانت تعتبر شيء كبير جدا لما نزل الجزء 13 على البلايستيشن 3 والإكس بوكس 360، كان في ناس كثير يعتبروه فيلم واقعي. وزد لما نزل الجزء 15 في هذا الجيل كان مستوى ثاني تماما، وهذا ما يخص ألعاب الأنمي اللي بتحاكي الواقعية. ونفس الكلام هذا ينطبق على ألعاب الأنمي اللي بتستخدم تقنية السل شيدينج، فتقدر تشوف الفرق الكبير بين ألعاب دراغون كويست القديمة وناروتو، وتقارنهن بالأجزاء الجديدة وألعاب نينجا ستورم وحتى لعبة نينو كوني 2 اللي كل ما أشوفها أحس أني بنتفرج على فيلم قبلي. ومعك ألعاب استوديو أرك سيستم اللي تعتبر المقياس لهذا النوع من الألعاب، ألعاب مثل جيلتي جير، دراغون بول فايتر زي وجراند بلو فانتازي فيرسز اللي التحريك فيهن شيء عبقري، اللي بيستخدم تحريك وأنيميشن نفس اللي بيستخدم في صناعة الأنمي، ومعه استخدام تقنية ثانية مثل ماجوال سوابينج، واللي ناس كثير مرة كانوا يتخيلوا إنها ألعاب 2D أساساً. وحتى ألعاب الأنمي المبنية على نظام السبرايت أصبحت أقل بكسلية مع الوقت، حتى وصلنا إلى ألعاب مثل بليز بلو وكاب هيد اللي بتستخدم رسم يدوي بالكامل. وبالنسبة لألعاب الفيجوال نوفل فهي تعتبر الأفضل من ناحية استخدام السبرايت فيها. وفي هذه الأيام ألعاب 2D أصبح جمال الرسم فيها كله يرجع لكم من الوقت والجهد المطور ناوي يبذل في اللعبة، لأن ما عبش معه حدود تقيدة. وفي نقطة أحس أنه لازم أذكرها، لأني واثق أنها حتغير بشكل كبير مرة في عالم ألعاب الأنمي خصوصا ومجال صناعة الأنمي عموما، لايف 2D واللي هي عبارة عن حزمة تطوير شرطة بيئة عمل اللي أول ما استخدمت في لعبة الفيجوال نوفل حق أنمي أوريمو اللي نزلت في عام 2012. ببساطة شديدة في البرنامج هذا يسمح لك أنك تستخدم رسومات أنمي 2D ثابتة وتحولها إلى رسمات متحركة 3D عن طريق هيكل معين يعرف بالريجينج، لكن في بعض الشروط مثل أن الرسمة تكون بالفوتوشوب ويكون كل جزء من الرسمة في طبقة أو لاير منفصل علشان البرنامج يقدر يتعامل معها. وش أحط لكم رابط البرنامج في صندوق الوصف علشان تشوفوه بنفسكم. التقنية هذه بتستخدم بشكل كبير جدا في عالم صناعة ألعاب الأنمي حاليا، في كثير من ألعاب الفيجوال نوفل وألعاب الجي آر بي جي بتستخدمها حاليا لأنه يجيب حركة انسيابية وحية لشخصياتها اللي كانت في الأساس رسومات 2D ثابتة، كما بتستخدم في صناعة الأفلام القصيرة فيها بتسمح بالالتقاط الحركي والكل. وهذه التقنية هي اللي بتسمح أساسا بتواجد يوتيوبرز افتراضيين مثل كازينا آي
وأوتا تشان، واحدة من أفضل قنوات اليوتيوب عندي. لكن في استخدام ثاني مهم لهذه التقنية، وهذا الاستخدام هو في ألعاب الهواتف الذكية. فهذه التقنية تسمح بتقديم ألعاب أنيمي ممتازة وبحجم أقل مما لو كان المطور استخدم نماذج 3D كاملة أو سبرايت عالية الدقة، وهي والكل اللي بتسمح بألعاب اللي فيها تقدر تلمس الويفوز حقك وتشوف وين يتفاعلين، واللي هي خطوة عظيمة لتحقيق حلم البشرية في ترك عالم 3D والعيش في عالم 2D. وهذه التقنية عادها في بداياتها بس، فلها توقعات كبيرة مرة. مثلا Live 2D Euclid، واللي هو برنامج يسمح لك إنك تستخدم سبرايت 2D وتدمجه مع نماذج 3D بالكامل، فبالتالي وجوه كاملة مرسومة باليد الآن تقدر تدمجها مع نماذج 3D، واللي هي حاجة ثورية فعلا. وهو الكل اللي بيسمح لشخصيات اللايف 2D إنها تتواجد على VR والكل، وهذا هي الخطوة الأقرب لتحقيق حلم البشرية اللي تكلمت عليها قبل شوية. ومثل ما قلت، فالتقنية هذا عادي في بداياتها بس، ومثل الأنمي نفسه، فألعاب الأنمي قطعت شوط كبير مرة من القيود التقنية عليها اللي خلت من المستحيل إنك تصنع لعبة شبيهة بالأنمي المقتبس منه، إلى ألعاب تخلي الأنميات اللي هي مقتبسة منها تبان عفن قدامها. كلامي لك يا دراغون بول، إحنا الآن في عصر مثل ما قلت لكم التقنية ما عادي بتحدنا، والموضوع كله بيرجع للمطور في تطوير لعبته، فبالمجهود الكافي تقدر تسوي أي لعبة أنمي تشوفها مناسبة وبالتوجه الفني اللي تشوفه. وحتى إن القصص في هذه الألعاب تحسنت بشكل ملحوظ، وأحيانا كثيرة نلاقي المانجاكا أو المؤلف بيشارك في عملية تطوير اللعبة، وهذا مجال كبير مرة ما ذكرته بشكل مفصل بسبب ضيق الوقت. لكن للأسف فأحيانا كثيرة أغلب هذه الألعاب تكون ألعاب تجارية بحتة، هدفها الربح السريع بس، وما تقدم أي حاجة للمصدر اللي اكتبست منه. لهذا كواحد محب لعالم الأنمي والألعاب واللي قضى فترة طويلة من حياته معهن وناوي يقضي فترة أطول في المستقبل، فأتمنى من الشركات، ولو إني عارف إن صوتي ما يوصل لكن قدها محاولة مني، فأتمنى من الشركات إنها تهتم بألعاب الأنمي اللي بيطوروها، لأنكم ما عطوروا لعبة إلا لو كان الأنمي هذا شعبية وجمهور، فأتمنى إنكم تحترموا. وفي الأخير أحب أشكركم على السمح لي بأخذكم في هذه الرحلة اللي كانت طويلة نوعا ما بسببي، فأعتذر على إطالتي. والآن بعد ما تكلمنا على موضوع هذه الألعاب، أحب أترك الموضوع لخيالكم في كيف يكون شكل ألعاب الأنمي بعد سنوات من الآن، وأعتذر على إطالتي. أشكركم على جزيل المشاهدة، حتى لقاء قادم، أستودعكم الله، وأرجو أن تبقوا في صحة وعافية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وأن تشاهد المقاطع التي تظهر على الشاشة الآن. كان معكم حذيفة، السلام عليكم.